دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ صرف معاشات شهر إبريل من بنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي، وهتتابع لجان المنوطة عمليات الصرف وتسجيل أي عقبات تواجه المستفيدين. النهاردة وزارة الإسكان هتبدأ ولمدة شهرين حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024 الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسارة الأراضي. وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح بيأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز. النهاردة تبدأ وزارة التموين صرف مقررات التموين عن شهر إبريل 2024، وبيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وبتوفر الوزارة ما يقرب من 30 صنف من السلع.